كويسة؟ بعيدي طيب، بعيدي أنا جنبك. أنت فاكرة إنها هتعمل زيك؟ أنت مش شايفة هي عاملة إزاي وتربيتها عاملة إيه؟ عشان باشا اللي أنت بتقوله ده ملوش لازمة أصلا. سماح زي أخته، وأنا عمري ما كنت أسيب حاجة وحشة تحصل له. وإذا كان على الهبلة دي فدي بتغير عليا. الموضوع كله سوء تفاهم. حقك عليا. أنا هربيها. أنت عارفة إن أنا ممكن أحبسك صح؟ تقوم تتعدي. أنا ممكن أبص راسها عادي. لا لا، ولا تبوسي راسها ولا تبص لها. ولو شفتيها ماشية من شارع تمشي من شارع تاني. حاضر. أنا هسيبك تمشي، هسيبكوا تمشوا. وأنت لولا عارف إنك جدع كان زمانك شفت مني وش تاني خالص. مش هتتكرر تاني يا حسام. لا هي كده كده مش هتتكرر تاني. وأنا مستني أشوفك هتربيها إزاي. يا إما أنا اللي أعمل كده. أنا آسف، بس أنت أكتر واحدة عارفة إن عمري ما كنت أخلي حاجة وحشة تحصل. وأنت هتفضلي أطيب بنت في الدنيا وأجدع بنت في الدنيا. حقك عليا. تمام يا حسام باشا، يلا. سميحة، أنا بعد ما فكرت في الموضوع لقيت، قلت لنفسي ليه ما نلمش الشمل بعد ما عشنا طول عمرنا متفرقين. أنا عارف طبعا إن المقدر إنك مكسوفة والموقف كل ده في حساباتي، وعارف إنك بتفكري في الأولاد. ما تحمليش الهم ده خالص. بصي أنا راجل ديمقراطي وعارف إن الأولاد بيحبوني أوي أوي. عايزين يعيشوا معانا هنا في الشقة، قصدي يعيشوا مع نفسهم هنا في الشقة، ما فيش مشكلة. وإحنا نقعد في شقة تانية. عاوزين يروحوا شقة تانية وإحنا نعيش هنا، برضو ما عنديش مشكلة. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.